السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي، وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات ومواقع الإنترنت باستخدام ديانجو وباستخدام اللغة الجميلة بايثون. والنهاردة هنكمل كلامنا في ازاي نعمل شاشة ريجستريشن لليوزر اللي هيستخدمه الموقع، فخليكم معانا. اخر حاجة عملناها الحلقة اللي فاتت وهي ان احنا عملنا شاشة الريجستريشن ديت، شاشة بسيطة طبعا جدا، بتاخد بيانات بسيطة زي الفيرست نيم واللاست نيم واليوزر نيم والايميل والباسورد والري تايب باسورد، اوكي، وحطينا فيها زرار ريجستر عشان لما يدوس عليه يبدا ينفذ ايه، ياخد الداتا ديت يوديها ايه في الداتابيز ويعمل يوزر ايه جديد. لو رجعنا هنا للشاشة اللي هي بتاعت الريجستر اهو HTML، هتلاقي فيها فورم، الاكشن بتاعه الريجستر، الميثود نوعها بوست، وهتلاقي هنا الفيرست نيم واللاست نيم واليوزر نيم، ايميل، الايميل اهوت، والباسورد، والري تايب باسورد، ماشي، وادي الزرار اللي هو الباتون التايب بتاعه سبميت، بحيث اول ما يدوس سبميت يرجع للاكشن بتاع الريجستريشن دوت. تعالوا بقى هنشوف هنتعامل ازاي مع الموضوع دوت داخل ايه الكود ايه بتاعنا. تعالوا الاول نروح لليو ار الز في فاتح صفحات كتير، اليو ار الز مش دوت، اليو ار ال بتاع ايون هنا بتاع الاكونتس، ماشي، نقفل كل البروجكتس الثانيه. اليو ار الز دوت المفروض ان هو لما هيروح على ريجستريشن من فين الصفحه، سوري، من نقفل دي كمان، من الاكشن ريجستر دوت هيروح يدور على ريجستر، فهيلاقيه في اليو ار ال ريجستر، هيوديه للفيوز دوت ريجستر اللي هو ده الاكونت اللي هو الفيو بتاعنا. طب احنا بدانا نفهم العلاقه اللي بتوين التمبلت والفيو والموديل، فهو هيروح هنا اهوت عشان ايه يرجع القيمه للريجستر فيلد دوت. الفانكشن ديت لو تاخدوا بالكم احنا حاليا بنستخدمها لنوعين من ايه، من الريكوست، سواء كانت بوست او جيت ريكوست. الجيت ريكوست هو ان انت لما تشغل الريجستر ديت تبدا تبعت الاتش تي ام ال تمبلت وتبدا ايه تشغلها، فانت في كده في البوزيشن بتاع الجيت، سوري الجيت، لكن البوست هو ان انت تبعت داتا بعد كده لل الريجستر دوت تبقى في حاله ايه البوست ريكويست. فنقدر نقول ان انت لو هتكول المسج ديت او الميثود ديت في البدايه فانت بتسبمت الجيت ريكويست، لكن لما بتبعت لها داتا بتعمل سبميت للفورم بقى بعد كده بتشغل ايه البوست ريكويست، فكل ريكويست بيبقى له تايب. فالفانكشن ديت بتبقى هي واحده، ماشي، بس اللي بيتغير هو نوع الريكوست. لو انت عامل جيت ريكوست فهو بس مجرد هيعمل ريتيرن ويطلع ايه الشاشه ديت، لو انت عامل بوست ريكوست فالمفروض ان هو هيرجع له تاني عشان ينفذ الموجود في البوست ريكوست اللي هو طبعا الداتا اللي جايه من الاتش تي ام ال فايل. فانا عاوز افهمه ان هو لما يعمل البوست ريكويست ما ينفذ ليش ديت، ينفذ لي حاجه تانية هنكتبها دلوقتي، ولما ينفذ الجيت ريكويست بس هي اللي ديت ايه تتنفذ. زي هنقول له مثلا هنا اف وسوري هنا ريكويست دوت ونوع الريكويست، هنكتب هنا ميثود هيساوي، وهنا هنقول له هنا بوست، يبقى كده انا اتاكدت ان الميثود ديت بوست ريكويست، ماشي، سوري نسيت، وهرجع اقول له هنا else، ماشي، return دوت كده return اللي هو الريندر دوت، ماشي، هنا لسه هريترن حاجه بحيث اتعامل مع ايه الريكوست اللي جاي لي من ايه من ال HTML فايل. طب ازاي بقى نجيب بقى القيم من ال HTML فايل؟ هات النيم بتاع الفايل دوت فيرست نيم، ماشي، نعمل متغير باسمه، ماشي، وهنقول له request dot post، اوكي،
وهنفتح قوسين اللي هم التنصيص دولت وجواهم تو كوتس ونحط هنا ايه فيرست نيم. يبقى انا عملت متغير اسمه فيرست نيم وحطيت فيه الريكوست بوست فيرست نيم، ونفس الفكره برضو مع اللاست نيم. اللاست نيم هيساوي برضو هنا ريكوست دوت بوست، وهفتح القوسين وهحط له برضو ايه اللاست نيم. وهنعمل كده مع بقيه الفيلدز اللي موجوده عندنا. ادي اليوزر نيم كنترول سي كنترول في هيساوي ريكوست دوت بوست اهوت نيم، وفي تاني في الايميل هيساوي ريكوست دوت بوست ايميل، ونشوف في تاني الباسورد هيساوي ريكوست دوت بوست باسورد، والباسورد ريبيت هو الباسورد التانية هيساوي ريكوست دوت بوست اهوت هنا بوست ريبيت. مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية خالص. هما ديت ايه القيم ايه بتاعتنا، ده الباسورد اهوت ودي الباسورد التانية، وده زرار ايه ال وده زرار ايه السبميت. طيب انا بقى عاوز بقى خلاص جبت الداتا من ال HTML فايل وحطيته هنا في اصبح موجود معايا في الكود البايثون لما رجعنا الريكوست ماشي. انا بقى عايز ايه، عايز إيه ابوش الداتا ديت في الداتا بيز. طيب ازاي؟ يعني البرامج العاديه اللي احنا بنشتغلها ممكن نعمل اس كيو ال كوماند ونبعت بالقيم ديت انسيرت انتو اسم التيبل والفيلدز اللي هتدخل فيها، وبعد كده فاليوز وتدخل الفاليوز ديت في جمله سيلكت واحده. بس احنا عندنا هنا الاو ار ام في الديانجو فريم ورك، فاحنا مش محتاجين ده كده. احنا ممكن نستخدم الموديل بتاع الجدول بان احنا نبعت الداتا ديت عبر الموديل. طب انا فين الموديل؟ انا ما عملتش مودلز. انا روحت هنا مودلز هتلاقيها فاضيه. لو الموديل الوحيد اللي انا عامله اللي عن طريق ان انا عملت الداتا بيز كان في الهالو وورلد هنا. فين الموديل؟ لا ما كانش في الهالو وورلد، كان فين؟ كان في ترافلو. في هنا المودلز اهو، ده الموديل الوحيد اللي انا عملته اللي هو الكلاس ديستنيشن. طيب انا ازاي اجيبه؟ طبعا انت مش محتاج انك تقلق خالص وانت بتستخدم ديانجو على ايه المودلز بتاعتك بتاعت ايه اليوزرز، لان هي موجوده هي كمان في الفريم ورك بتاعت الاو ار ام. فهنا بس انت محتاج انك انت تعمل لها امبورت في الصفحه بتاعتك بتاعت ايه الديانجو. فهنقول هنا فروم او في صفحه البايثون ديانجو دوت، وهنا كونتريب دوت، وهنا اوس دوت مودلز، وهنا نقول هنا امبورت اليوزر، وهنستخدم كمان الاوس. تمام كده اهوت ديانجو كونت ريب اوس ومودلز، وهنستخدم الاثنين دول. طبعا الاوس دي بتستخدم في اللوجن واللوج اوت، بس برضه احنا خلينا ايه نستخدمها لان احنا هنحتاجها قدام واحنا بنكتب اكواد تانية. هنيجي بقى هنا نكتب الكود بتاعنا بتاع ادخال اليوزر. فنقول هنا يوزر ده المتغير بتاعنا هيساوي يوزر دوت اوبجكتس دوت كرييت يوزر. اوكي، وفي الكرييت يوزر ديت هتبعت ايه البارامترز بتاعتك إيه كلهم، زي مثلا هنا اليوزر نيم وهتقول له ده هيساوي هنا يوزر نيم، والباسورد اوكي هنقول ان هو هيساوي باسورد اللي هو دوت بي اس دبليو. طبعا مش هنبعت له الاثنين، هنبعت له واحده بس، بس يعني التحقق من الباسورد ما بيتمش هنا، هيتم قدام شويه او هنعمله دلوقتي واحنا شغالين. وهنا
الباسورد ريبيت، او سوري الفيرست نيم، او نبدأ بالايميل مثلا هيساوي ايميل، وهنا فيرست نيم هيساوي فيرست نيم، ولاست نيم هيساوي لاست نيم. وبكده يبقى انا ايه بعت اليوزر بتاعي بالكامل ليه ايه لي كرييت يوزر لي ايه لي الداتابيز، سوري كرييت، ايوه كده بالظبط كرييت يوزر بالظبط كده. طب هل ده كله خلاص خلص كده الدنيا دي خلصت؟ لا، لازم تعمل سيف في الداتابيز، لان الداتابيز بتاعتنا لازم لها يأكد ان البيانات دي اتحفظت، فهتعمل سيف اهو. والمفروض كده لما تدوس سبميت يسيف الداتا ديت ايه في الداتابيز مره ايه واحده. فانا بقى عاوز بعد ما سيف مثلا اعمل اي مسج كده تثبت لي ان الداتا ايه اتسيفت، فممكن اقول هنا برنت، واقول له هنا يوزر سيفد او يوزر كرييتد مش فارقه، وعاوز يرجع لي الصفحه الرئيسيه بعد ما يخلص السيف بتاعه، فاقول له هنا ريتيرن، وهقول له ريدايركت، افتح قوس، واقول له اعمل له سلاش يعني يرجع لي ايه الصفحه اللي قبليها ايه على طول. وللاسف هعتذر عن اكمال الحلقه النهارده لسبب بعض الامور الطارئه كده، فنكمل الحلقه الجايه ان شاء الله. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك والشير والسبسكرايب. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق، كان معكم المبرمج أحمد محمدي، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.